اهلا بيكم. انا دكتور اسامه غطاس، استشاري الذكوره من مصر. انا موجود هنا في روما في ايطاليا مع بروفيسور انتونيني في ورك شوب عشان يعني ناخد فكره ازاي هو بيركب الدعامه الهيدروليك IMS 3 بيسز من خلال الجرح الانفرابيوبيك. احنا في مصر متعودين ان احنا نركب الدعامه عن طريق جرح البيلو سكروتال او المكان الواصل ما بين العضو الذكري والكيس، لكن الحقيقه احنا هنا بنعمل ورك شوب او بنتدرب على ازاي ان احنا نقدر نركبها عن طريق الانفرابيوبيك انسيجن او من منطقه العانه. الحقيقه احنا اشتغلنا 5 عمليات هيدروليك في وقت قصير جدا. الحقيقه انا استمتعت جدا من العمليات مع دكتور انتونيني واستفدت جدا. انا بشكره جدا 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 وبشكر شركه بوستال ساينتست.